ولتسليط الضوء على الذكرى الثالثة لإطلاق مبادرة العراق الجامع من قبل هيئة علماء المسلمين، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور يحيى، سلام الله عليكم. بداية، يعني ما هي المخاوف التي تسعى مبادرة العراق الجامع إلى إزالتها من عقل المجتمع العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني الكل يعلم بأنه خلال هذه الفترة الطويلة وهذه المعاناة الكبيرة هناك كانت مخاوف كثيرة لأبناء الشعب العراقي، خاصة بعد سلوك هذه الحكومات المتعاقبة التي مزقت نسيج المجتمع العراقي وفرقت المجتمع العراقي على أساس طائفي وعرقي وإثني. فبالتالي الهيئة عندما دعت وجعلت هناك سلسلة من اللقاءات والمشاورات، كانت الغاية الأساسية أن لا تفرض وجهة نظر مسبقة على أطياف الشعب العراقي، وإنما تلاقح للأفكار، عملية زرع الثقة بين هذه المكونات، لأن هي اللي تمثل مكونات الشعب العراقي حتى تخرج بإطار مشروع جامع وفق أسس ورؤية عراق واحد موحد والكل يساهم فيه. يعني بغض النظر عن الانتماء أو أي شيء، الهدف الأساسي وحدة العراق، وكل المكونات هي مدعوة للمساهمة في إنضاج. وحصلت مشاورات كثيرة وحصلت ندوات كثيرة في عمان وفي إسطنبول وفي أماكن أخرى، فبالتالي حتى المواطن العراقي تكون له ثقة بهذا المشروع حتى ينطلق وحتى يمثل إرادته بما يريد. وتكون هناك محطة انطلاق إلى مرحلة تنتهي وتختتم بمجلس، يكون بعد ذلك مجلس تأسيس ضمن مؤتمر عام، ويكون هناك عنوانا وإطارا ينظم كل هذا العام. طيب دكتور، تعتقد أن يعني هذه المبادرة يمكن أن تقدم مشروع للتغيير في العراق يضمن وحدة الأراضي ويحافظ على الهوية العراقية؟ بالتأكيد أخي الكريم، لأنه الآن يعني إحنا نظرنا إلى النظام السياسي ما بعد الاحتلال إلى الآن ماذا قدم للشعب العراقي؟ لم يقدم شيء، بالعكس هناك يعني فشل في العملية السياسية وحكوماته في أن توفر أي شيء للمجتمع العراقي، هناك فشل في النظام السياسي. الآن العراق يعني يقبع في مؤخرة الدول، يعني في آخر القائمة، ثم ما يعني الآن كان العراق في دوامة كبيرة من الصراعات، والمواطن العراقي هو الضحية، هو الذي يدفع الثمن. كل الحكومات التي كانت تأتي إلى الآن هي لا تمثل إرادة الشعب العراقي، بل هي تمثل مصالح داخلية وخارجية، والمواطن العراقي هو خارج حسابات هذه. فبالتالي ماذا نريد نحن؟ نريد أن المواطن العراقي يشعر بأن هذا المشروع هو مشروع الذي فيه ضمانات للمواطن العراقي بحياة حرة كريمة وفق الثوابت الوطنية، والمعيار الأساسي هو الانتماء للعراق. دكتور، تعتقد أن الشعب العراقي في هذا الظرف بحاجة أكثر لهذه المبادرة، خاصة ونحن نعيش تظاهرات يعني تجوب تقريبا كل جنوب العراق؟ بالتأكيد أخي الكريم، الخلاص الوحيد أن تتوحد كل هذه الجهود. الآن كما ترى عندما تظاهرت المحافظات الستة من أجل المطالبة بحقوقها، ضربتها الدولة بيد من حديد، بالحديد والنار والقتل والترهيب والاختطاف وغيره، وهذا أيضا بدأ الآن يمارس على المحافظات الأخرى التي تنتفض. فبالتالي هذا التغول، هذه الوحشية في صد المواطن العراقي عندما يخرج لمطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية، الماء، الكهرباء، الخدمات وغيرها، هنا المواطن العراقي بدأ الآن لا تنطلي عليه وعود الأحزاب ووعود الحكومات الكاذبة بتوفير حياة حرة كريمة. الآن هو يشعر بأن هذه الحكومات المتعاقبة ساهمت مساهمة كبيرة في أن يصل المواطن إلى هذه الحالة، في حالة يرثى لها بلد يوميا يصدر أكثر من 4 ملايين برميل نفط، وشعبه يعني كثير منه هو تحت مستوى الفقر،
كارثة كبيرة. دكتور، المشروع كما ذكرتم لا يفرض وجهة نظر مسبقة على المجتمع العراقي، لكن كيف للهيئة أن تكون عامل مساعد وناصح ومسدد لأي مسار وطني لبلوغ الأهداف التي يطمح إليها الشعب العراقي؟ نعم، نحن قلنا في البداية لماذا لا نكتب مشروعا؟ قلنا حتى لا تكون هناك رؤية مسبقة، بل طيب. هناك إنضاج للأفكار جميعا وتلاقح للأفكار ضمن إطار العراق، ضمن إطار أعرافنا وتقاليدنا هذا المجتمع. الهيئة حتى لا يقال أنه الهيئة طرحت هذا المشروع حتى تترأس المشروع، نحن قلنا لن نترأس المشروع، إنما سنكون جزءا فاعلا، وهذا أيضا جزء حتى نزيل هذه المخاوف من الكثيرين، لأنه تعرف هناك كثير من مشاريع طرحت الغاية الأساسية هي إقادة مشروع معين. نحن لا نريد أن نقود مشروعا، وإنما نوفر له الأرضية المناسبة لإنضاجه، وسنكون فاعلين في أن تقدم كل الدعم له، ونكون جزءا منه من أجل أن يعني نحظى بقبول، لأن الكثير ينظر إلى الهيئة بأنها هي القادرة على جمع القوى المناهضة للاحتلال، وهذه ثقة نعتز بها نحن في هيئة علماء المسلمين. من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.